السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. لن تصدق ما تفعله طبيبة مع شريكها داخل عيادتها بولاية سقهرس، والشرطة تلقي القبض عليهم. وهذه التفاصيل الكاملة تابعة الفيديو للأخير. عملية توقيف الطبيبة وشريكها تمت إثر عملية البحث والتحري حول نشاط طبيبة صاحبة عيادة خاصة تمارس نشاطها في مجال طب النساء والتوليد بطريقة غير قانونية. وبعد استصدار إذن بالتفتيش تمت مداهمة العيادة ليتبين أن طبيب رفقة شريكها يقومون بإنزال الأجنة الفتيات الحوامل والتي حاملن بطريقة غير شرعية. كما كشفت المعاينة الداخلية لأرجاء العيادة عن وجود مخبر للتحاليل الطبية والذي كانت تستغله طبيبة المشتبه فيها بطريقة غير قانونية ومن دون حصولها على رخصة، حيث تم التحقيق معهم وتحويلهم للعدالة والتي أمرت بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.